ميدانه. تعادل كان بطعم الخسارة عندما فرض عليه الجريح الآخر أهل برج بوعراريج التعادل الإيجابي هدف لمثله. وبعد شوط أول غابت فيه الأهداف، المرحلة الثانية كانت الأحسن والأكثر إثارة، حيث تمكن فريق أهل برج من الوصول إلى الشباك عن طريق اللاعب ملال بعد ضربة جزاء. نشاهدون احتجاجات شباب الوزداد على ركلة جزاء. كما قلنا، هدف أهل البرج الذي كان السباق إلى فتح باب التسجيل كان في الدقيقة 73 عن طريق ضربة جزاء. ودقيقة أفراح البراجية لم تدم طويلا، دقيقة بعد ذلك بيشو من متابعة للكرة يعدل النتيجة. تعادل أبقى الشباب في المركز الأخير بسبع نقاط، بينما أهل البرج في المركز 11.